اوعى اوعى مش في الحاجة يا رايح تطلع اوعى تامي 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 هو اللي حاول قاعد تصفي اسناني لا مش فاهم انت كده خطفني وانا مش هسكت اخرسي اخدي مسيدي الدهي كلها قسما بالله العظيم ادفنك هنا حية ليه اخرسي استنى يا عمي في ايه يا عمي اللي حصل بس اللي حصل طلع يا فوق هدي نفسك يا عمي بس وفهمني ايه اللي حصل جبرية مع مين البت دي مش عايزها تشوف الشمس ها ولا حد يشوف دي فهمت إلا فاهمة حسن فين حسن نزل مصر وما قاليش ليه وانا شرفني يا عمي انا ما اقدرش اقوله انت بتعمل ايه ولا بتروح فين ده كان يذبحني جبرية قول المران يكلم اخوه ها يشوف بنت عمه في مصر ها ويجيبها من شعرها صح لازما يجيبها من شعرها وكفاية فضايح والله كنت عاوز اقول لك اجديه من الاول بعدين قلت وانا مالي ماليش صالح البنات العمهم عاوز يربيهم يربيهم وكريمة بشوقها عايزة تيجي اهلا وسهلا ما تجيش هي حرة البنت دي مسؤوليتك بس اجديه عيني فز يا بيت ولك عليا كمان اربيها لك من اول وجديد انا متربيه كويس قوي يا جبريل اسم الله اسم الله على الربايه واللي متربيه هتقول جبريه كده حاف فيش عمتي فيش خالتي فيش امي جبريه عايزاني اقول لك يا عمتي وخالتي اقولهم لك ازاي وانت قاتله ابويا ليه وانا مالي هو انا اللي قلت له يبعت الفلوس ولا يديها للي يضحك عليه ويسرقه لا يا حبيبتي ان كان على اللي موته اسال امك هي اللي نحلت وابره وخلت ابوه يموت وهو غضبان عليه وبعيد عن اهله لكن انا حيالله مرت عمك يا حبيبتي مرت اخوه ولو كنت اقول مره عليه كلمه ولا اقول عمل ولا ما عملش اسالي كان يكسر لي دماغي معلش يا حبيبتي انا هعلمك ازاي تتكلمي مع الاكبر منك من هنا ورايح ما عايزكش تعصب روحك يا اخوي ولا تضايق نفسك ما تتكلميش يا فوزيه مش عايز حد يتكلم خالص بس انا عاجبك اللي ما هتحترم نفسها لكن دفنها بالحياه ها اي حرمه هتعمل حاجه كده ولا هقتلها لازم تعرفوا انا هنا الراجل وكلكم تحتي واللي هتعمل حاجه هتفنها بالحياه جاتكم الهم انا مين انا يا عمي اخرسي قدامك كمان صح.